فيروس كورونا وما أعقبه من تأثيرات ذات طابع سلبي على العراقيين، فالخوف من انتشاره بين فئات المجتمع العراقي شكل نوعا من الحرب النفسية التي تحتاج إلى أسلحة طبية لمحاربتها. فالكمامات إحدى أهم وأكثر الأدوات التي تقي الإنسان شر هذا الفيروس الخطير، إلا أن عددا من ضعاف النفوس من تجار المستلزمات الطبية والمذاخر احتكروا الكمامات لفترة ورفعوا أسعارها لأضعاف مضاعفة. المفروض تابع للصيدلية، المسألة للصيدلية، سعر رسمي شغلة عادية. هسه تروح للإشارة يبيعون بيها، تروح للأسواق يبيعون بيها. زين اكو محلات مو اختصاصا قامت تبيع كمامات، تبيع كذا واخري. زين الأسعار صارت في 4 في 5، يصير ما يصير. العراق فد موطن عجيب وغريب، أمر منطق السياسة عندنا. السياسة ترى التضحية في سبيل سعادة المواطنين وليس في سبيل مصالح شخصية، لذلك يجب أن تجند. حتى الكمامات يجب أن توزع مجانا لهذا الشعب. شنو سعرها 10 دراهم؟ ما يستحون يا أخي، بربع دينار 100 فلس ما تكلف. عتبنا مو هذا الشيء، عتبنا على الصيدليات العدة مروة وعدة ثانية وعدة غيرة يتابع المشاعر العالم التعبانة واللي ما عنده خوف من الله وهالمرض هذا والبلاء. أصحاب الصيدليات ألقوا اللوم على وزارة الصحة والجهات الرقابية التي تراقب توزيع المستلزمات الطبية وتحديدا أسعارها. فالدكتور الصيدلي عباس صاحب أفاد للتغيير بأن أصحاب الصيدليات لا يضعون هوامش ربحية عالية، إنما تباع الكمامات بالسعر الذي تشترى من المذاخر، إلا ما ندر من ضعاف النفوس الذين لا يهمهم سوى المكاسب المادية. هسه معروضة علينا حدود 15,000 إلى 17,000 كباكيت واحد، بينما كان قيمته حدود 1,000 دينار أو 1,000 وربع. فبالنسبة لي مدى استلمها ولا دا أشتغل بها نهائيا، لأن هو المبلغ حتى لو مو كفت شيء يعني مكلف، لكن مقارنة بسعرها القديم يعتبر شيء أضعاف أضعاف. اعتاد العراقيون على تجار يستغلون نقاط الضعف التي قد تصادف المجتمع العراقي، فأية أزمة تحدث في البلاد يوازيها ارتفاع بأسعار السلع المرتبطة بها. ما إن أصبح فيروس كورونا خطرا يهدد سلامة العراقيين وصحتهم، حتى بدأ بعض أصحاب الصيدليات والمذاخر باستغلال الأمر ماليا متناسين الجانب الإنساني، فأسعار الكمامات تضاعف إلى 10 أضعاف سعرها الحقيقي. من بغداد، محمد فراس، قناة التغيير.